السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في المعهد الصناعي السنوي التابع لمحافظة الضرب بمنطقة جازان. النهاردة إن شاء الله معانا نوع من أنواع مهارة دورة التدريب الأساسي. معانا الأستاذ نايف العوام المسؤول عن دورة التدريب الأساسي. هنشوف النهاردة المهارة إيه اللي هو إن شاء الله يدرب للأولاد عليها. السلام عليكم أستاذ نايف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوع المهارة إيه اللي معاك النهاردة؟ طبعاً هذه مهارة نسميها دائماً يأخذها الطالب كبداية تأسيس في الورشة. نسميه هذا اسمه رادة حرف يو. يعني ده نوع من أنواع ما يسمى الكسور أو الكمر. الكسور. عبارة عن حرف يو. طبعاً بداية التمرين هتبدأ بالقص. طبعا ياخذ التمرين على ماكينه الفيبر او طبعا لو عندي منشار ترددي يعني ممكن ترددي او نفس الشيء هيدي نفس الغرض مع الطالب يحيى هيبدا في عمليه القص. لازم يكون الطالب جاهز بملابس السلامه نظاره مريله قفازات ويبدا يقص معنا المرحلة الثانية وهي عملية برادة أسطح وتنعيم. برادة أسطح وتنعيم هيستعمل معنا المبرد المبسط في المرحلة الأولى كتنعيم للسطح. هتاخذ أسطح هياخذ تنعيم والتنظيف للأسطح. طيب يعني احنا انا بعد اذنك عايز اشير ان دي اصل القطعة. هذه اصل القطعة. يعني امسك يا ابني حطها جنب بعض كده. هنا القطعه واضح التنظيف. واضح بعد واضح. التنظيف والتنعيم تمام وبعدها وانت يعني من الافضل نخليه تستخدم مبرد مبطط. تمام مبسط او مبطط مثلا. تمام هذه المرحله الثانيه وكذا بعدها يخش على المرحله الثالثه. المرحله الثالثه عمليه مجرى. طيب احنا بنحضر معاك دي ونخلي ابننا يكمل. يكمل كده يا ابني عشان نشوف اعمال براده. كانت تنعيم أسطح. هنا في المرحلة الثالثة هناخذ مجرى في طرف التمرين باستعمال المبرد المربع. عندنا عدة مهارات لازم يعرفها المتدرب. المبسط دحين هيخش على المربع وكذا هذه نسميها المرحلة الثالثة وبعدها نخش مرحلة أخيرة اللي هي تبقى إن شاء الله هتبقى نصف دائرة قطرها 2. تمام. طيب ان شاء الله احنا في انتظار المرحله الرابعه اللي بيها كده يبقى التمرين انتهى ولا لسه يبقى فيه كده يبقى التمرين ايه انتهى يعني يكون ادى في التمرين عدد معين من المهارات حسب الخطه الموضوع باستعمال جميع انواع المبادئ. تمام كل المبادئ. تمام في انتظار المرحله الرابعه. كمل. بعد ما انتهينا من المرحله الثالثه خشينا على المرحله الرابعه وهي عمل مجرى نصف دائرة قطرها 4. هناخذ من هنا 1 سنتي ومن هنا 1 سنتي وهيصفى لنا دائرة قطرها 4 سنتي. بعد ما ينتهي الطالب من التمرين هنا التمرين هيكون كشكل نهائي. التمرين
شكل نهائي. يعني هذا التمرين شكل نهائي. هذا التمرين النهائي. إذا أنت تعلم تمرينه هياخذ أرقام الغالي التخطيط عشان يختم رقمه. وبكذا انتهينا من مرحلة البراز على حرف يو. تمام، يعني أنت استخدمت مهارة استخدم المبرد المبسط او المبطط، استخدم المبرد المربع، استخدم المبرد النص دائره مع الدائري. تمام كده انتهى المهارات كلها على المبرد. تمام، يعني ممكن ان شاء الله في تمرين تاني يعمل فيه المبرد المثلث والسكينه، وده ان شاء الله نتابعه معاك. وهذا هنتابعه بعدين في التمرين. ممكن انا عايزك تجيب التمرين من الخلف ومن الامام بعد اذنك. هذا التمرين النهائي. ايوه، يعني من جميع الجهات براده وعمل مجرى بالمربع واستعمال النصف دائري مع الدائره. تمام تمام، ومع التلميع طبعا اللي احنا شايفينه. طيب هذا المظهر النهائي. هذا المظهر النهائي. بنشكرك يا استاذ نايف، ونشكر المتدربين. حياكم الله في مرحله الضبط. الله يبارك فيك، ان شاء الله نلتقي معك في التمرين الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.